مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم على شاشه النادي الاهلي في السادسه. تحياتي لحضراتكم في بدايه الحلقه، والكلام هيكون على مباراتين في منتهى الاهميه في نهايه الاسبوع. المباراه الاولى وهي طبعا وبالتاكيد الاهم، مباراه منتخب مصر وكوت ديفوار. وفي رايي او في ظني وتقديري ان الماتش ده هو الاختبار الاول الحقيقي المكتمل لكارلوس كيروش. ليه بقى اقول لحضراتكم الكلام ده؟ لانه الحقيقه في كل المواجهات وفي كل المباريات وفي كل البطولات المختلفة، سواء كنت بتكلم على تصفيات كاس عالم دور مجموعات، أو كنت بتكلم حتى على بطولة كاس العرب، أو حتى على ماتشات المنتخب الوطني في مونديال أفريقيا أو في بطولة أمم أفريقيا، ما خدش فيهم كارلوس كيروش تحت وهو بيتولى مسؤولية المنتخب المصري مواجهة من العيار التقيل. حد هيقول لي نيجيريا؟ نيجيريا، بس للأسف الشديد طريقة توقع رؤية كارلوس كيروش للماتش ده خلانا بره المباراه، وخلى حساباتنا في المباراه دي محدش يقدر يقيس، محدش يقدر يقيم قياده كارلوس كيروش لمنتخب مصر في مباراه من الاعيار التقيل نتيجه حاله العك اللي حصلت فيه لاختياره في التشكيل وفي التوظيف وفي التغييرات بتاعه اللعيبه. وبالتالي ما تقدرش تحكم مباراه من الاعيار التقيل، ما فيش شك، مع واحد من اقوى المنتخبات الافريقيه، لكن ما تقدرش تقيم اداء المنتخب المصري في المباراه دي نتيجه المعطيات اللي انا قلت لك عليها في البدايه. وبالتالي عايز تقيس كارلوس كيروش واللي جاي، في ناس كتير جدا بتقيس على ماتش كوت ديفوار وتربط بينه وبين مواجهه السنغال، منتخبين قريبين الى حد ما من حيث القوه، من حيث طريقه اللعب، وبالتالي هيكون اختبار ومحك حقيقي لكارلوس كيروش في المباراه اللي جايه. مباراه صعبه ولكنها بالتاكيد ليست مستحيله. وفي مقوله بتقول انه الحظ لا يخدم الا الاقوياء. فكره انك انت القرعه تخدمك، فكره انك انت، وعلى فكره ده ينطبق على مشوارنا في امم افريقيا، ينطبق كمان على مشوارنا في كاس العالم، فكره انك انت تبقى مستني القرعه تخدمك، او انك انت يا رب بس نتفادى المنتخب الفلاني او ما نلعبش المنتخب العلاني، الكلام ده لا يليق بمنتخب مصر. والكبير لابد انه يثبت انه كبير قدام الكبار. يعني طبيعي جدا انك انت كمنتخب كبير تقدر تثبت نفسك قدام المنتخبات الصغيره او المنتخبات يعني صاحبه المستوى او التصنيف الاقل منك، لكن طبيعي جدا انه الكبير يثبت نفسه قدام المنتخبات الكبيره، وطبيعي جدا انه اللي عايز يوصل مونديال، اللي عايز يلعب مع اكبر كبار العالم، توارد جدا في المونديال ده تكون بتلعب مع اسبانيا ومع فرنسا ومع بلجيكا ومع ارجنتين مع 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 برازيل، وارد جدا القرعه تجيبك في طريق الناس دي، هتعمل ايه معاهم؟ يعني كنت اذا كنت انت بتحاول تتفادى مواجهه كبار افريقيا، طب هتعمل ايه مع اللي اكبر منهم؟ هتعمل ايه مع المنتخبات المرشحه انها تحقق لقب زي لقب كاس العالم؟ وبالتالي المطلوب منك في المناسبات دي كمنتخب كبير برضو، وانا ما زلت مصر ان المنتخب المصري منتخب كبير يملك من الامكانيات ويملك من المهارات ويملك من العناصر اللي تسمح له انه يكون دايما موجود في منصات التتويج على الاقل على المستوى الافريقي، ويسمح له على فكره ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله انه يوصل كاس العالم. وشايف كمان انه احنا لما نروح كاس العالم ما نعملش كده زي روسيا، شايف انه لو في قياده يعني واثقه بدايه في امكانيات لعبتها وعندها رؤيه لكيفيه استثمار واستخدام المهارات والامكانيات دي بالشكل الامثل، شايف كمان ان احنا نروح كاس العالم نعمل بطوله قويه، ما نعملش بطوله شبه اللي حصلت كده مع هيكتور كوبر في روسيا، بطوله للنسيان. شايف المنتخب المصري يقدر يلعب كوره حلوه، شايف المنتخب المصري يقدر يفرض شخصيته على كائنا من كان بقى، سنغال كانت، كوت ديفوار، مغرب بعدها، حتى الكاميرون صاحبه الارض والملعب والجمهور نقدر نلعب قدام، لكن ازاي ده يحصل؟ هو ده السؤال. يعني لو سمح وقتنا النهارده انا هوريكم بعض الماتشات في البوندسليغا في الدوري الالماني، شوفوا قد ايه الكوره سهله، شوفوا قد ايه الكوره ممتعه، شوفوا قد ايه الفرق، وبكلمكم على فرق في منتصف الجدول او في مؤخره الجدول بتلعب ماتشات كبيره جدا وبتقدم كوره حلوه جدا ما فيهاش معاناه. ما هو طول ما انت بتعاني، طول ما انت دايما مضغوط، طول ما انت مش قادر تلاقي حلول، طول ما انت بتلاقي صعوبه في انك انت تنقل كوره او انك انت تبني هجمه او انك انت توصل لمرمى الخصم، اعرف تماما الاداره الفنيه غايبه. طبيعي جدا، مين اللي هيلاقي الحلول؟ مين اللي هيدرب الفرقه؟ مين اللي هيحط المفاتيح ويقرا الفريق المنافس عشان يحط التشكيل الامثل والطريق الامثل؟ ما هو طبيعي جدا يكون المدير الفني والجهاز اللي معاهم. غير كده مين ممكن يعمل المهمه دي؟ الجمهور مش ممكن، اتحاد الكوره برضو مش ممكن، الاعلام الرياضي هيهات. ففي النهايه الحقيقه احنا مستنيين كتير جدا من كارلوس كيروش في المباراه اللي جايه، مش بس عشان نضمن التاهل لدور الثمانيه، لكن عشان نقول بقى ان المشوار يعني بيتحرك لقدام، منتخب مصر بيتطور سنه بسنه،
كارلوس كيروش بقى صاحب بصمه، مستنيين نشوف ده بشكل كبير في مباراه كوت ديفوار. مباراه ثانيه